も。بالنسبة للفيلم لو كان يطيح الحيوط المخرج الكبير حكيم العباس اللي كان وجه لي تحية كبيرة. صراحة أنا فخور بهذه التجربة زعما بزاف سورتو مع مخرج بحال حكيم العباس. وكيف ما سبق وقلت أنا بالنسبة لي التجربة ما كانش فقط عمل شاركت فيه ولا اشتغلت فيه، هو بالنسبة لي كان درس، حيت حكيم بصراحة من الكاستينج وحنا خدامين معاه حتى التورناج، فاش سالينا التورناج وحنا في واحد ليشانج، واحد يعني ما كتحسش بانك كتعامل مع مخرج وصافي، يعني كتعامل مع مخرج واستاذ، يعني تعلمنا منه بزاف الحوايج. وبالنسبة للدور ديالي كان عندي صراحة مشاركة بسيطة في الفيلم ديال واحد السيد عنده محل ديال الخضرة في مدينة بجات، وكاينش واحد القصه مع واحد السيد خدام عنده. المهم ما نحرقش لكم التفاصيل كامله. والخصوصيه ديال هذا الفيلم هذا هو ان ماشي بحال الافلام المعتياديه اللي كنشوفوا، زعما كيكون عندنا قصه من الاول حتى الاخر ولا بطل من الاول حتى الاخر، لا. هذا الفيلم فيه مجموعه ديال القصص قصيره اللي هما حكايات اللي طراو بصح في مدينه بجات، وجمعهم المخرج وصورهم كل واحدة بوحدها بحال الأفلام قصيرة، ومن بعد تجمعهم فيلم طويل. أنا صراحة بالعرض ما قبل الأول اللي داز البارح أنا جيت كوريو، بغيت نشوف كيفاش غادي يدير المخرج أنه يجمع هاد القصص، خصوصا أن ما كانش بيناتهم رابط، يعني هما قصص كل واحدة بوحدها فيها شخصية ديالها بوحدها، فيها ممثلين ديالها بوحدها، يعني ممثلين ما كيتعاودوش. دونك فريمون جيتي كوريو كيفاش غادي يدير انه يجمعهم كاملين في فيلم طويل ويخرجوا للناس. الحمد لله احنا في تطور، احنا في تطور كبير، وزعما عام على عام كيبانوا انتاجات زوينه، لا من ناحيه ديال السيناريو، لا من ناحيه الاخراج، من ناحيه ديال التمثيل، من ناحيه التقنيه ايضا. زعما الحمد لله احنا غاديين في زعما في طريق مزيانه. الوغ انا من مواليد مدينه شفشاون، وحنا في شفشاون كانت عندنا واحد الحركه مسرحيه كبيره زعما شحال هادي اللي باقا حتى لدابا، وتخرجوا من مدينه شفشاون بزاف ديال الفنانه، وبزاف سواء في التمثيل ولا في مجالات اخرى فنيه. دونك انا من صغري وانا كندير مسرح، يعني بحال تقول كبرت في وسط المسرح، كندير مسرح ديما حتى خديت الباك، ومن بعد قررت انني ندخل لهذا المجال بشكل احترافي. دونك جيت قريت في المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي وتخرجت في سنه 2014. دونك فوالا، دونك هذا هو المسار ديالي. ابري عملت بزاف ديال المسرحيات، خدمت بزاف ديال المسرحيات في الاول، ومن بعد عاد توجهت للتلفازه والسينما. بيان سور انت قلتيها، بحال اي مجال يعني كتقرا كتخرج خاصك ضروري تقلب على راسك، خاصك تقلب زعما، وسورتو المجال ديالنا شويه صعيب، يعني ماشي لو ديبلوم اللي كيحكم، يعني ماشي ماشي كتدفع الدبلوم ديالك وغتدخل تخدم في واحد الخدمه ولا، يعني خاص الناس يعرفوك، خاص الناس ديال تنهضر على الناس ديال الدومين في الاول، خصهم يعرفوك، خصهم يشوفوك ويثقوا فيك، حيت ما يمكنش يعطيوك دور ويقدروا يغامروا انهم يعطيوك دور في الاخر ما تكونش قد هذاك الدور، وزعما ويضيعوهما في هذاك العمل. دونك شويه القضيه شويه صعيبه، يعني باش انا مخرج يثق فيك ويعطيك هذاك الدور خصو يجربك وخصو بزاف الحوايج باش يقدر يثق فيك. والصعوبه هي هذه، يعني في الاول الممثل فاش كيكون يلا بدا كتطلب منه التجربه، ولكن ما يمكنش تكون عنده تجربه الا ما تقش فيه شي حد وعطاه انه يلعب شي دور باش يقدر يبان ويقدروا الناس يتبازوا على هذاك الدور، فهمتي؟ يعني شويه القضيه صعيبه، و لهذا الاغلبيه كتلقاهم كيبداو بادوار صغيره، دونك عاد شويه بشويه كيطلعوا في يعني في الادوار كيوليو يعطيهم ادوار كبيره. صح
صراحة هذا السؤال المهم كيتطرح على بزاف ديال الناس، وتقريبا كل شيء تيجاوب بنفس الطريقة. زعما ممثل باش انه يبان خاصو شي دور يكون مركب، يعني هذا الحلم ديال اي ممثل خاصو يكون شي دور مركب، ماشي دور سهل ولا دور سطحي. خاصو يكون ما عرفتش يكون عنده شي تركيبة نفسية صعيبة، ولا شي بسيكوبات، ولا شي حاجة فين تقدر زعما تيكون عنده مساحة كبيرة ديال انه يبين القدرات ديالو. دونك فوالا. كاين فيلم لو كان يطيحوا الحيوط يلا خرج، وخا صورناه سنة 2019 بونس في التلفازة عندي. مهم ما نقدرش نقول شي حاجة دابا حتى تنسني. عندي وعود ان شاء الله يا ربي هذا تخرج، وعندي عملين مسرحيين ان شاء الله قريب غادي يكونوا واجدين. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.